حقل عكاز الغازي في الأنبار. تسعى وزارة النفط إلى إدخال شركة أرامكو السعودية عملاق الطاقة كشريكاً بعقود استكشاف واستثمار الغاز في حقول الصحراء الغربية، خصوصاً وإنه أول تحرك وطني لاستثمار الغاز الحر في حقول البلاد. كل الاكتشافات المعدنية في العراق تمت بأياد عراقية منذ العام 1966، منها تصدر العراق للعالم في الكبريت والثاني بعد المغرب من حيث الفوسفات، وذلك ضمن مشروع تحديد الاحتياطيات بين عامي 86 و90 من القرن الماضي، والتي أدت إلى اكتشاف 10 مليارات طن من معدن الفوسفات فقط. تضم الأنبار حقل عكاز غير المستثمر، أكبر حقل غازي في العراق، ويحتوي بحسب التقديرات أكثر من 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما تقدر الكمية الإجمالية للغاز بنحو 53 تريليون قدم مكعب من الغاز، أي ما يمثل 53 مليون قدم مكعب قياسي بحسب هيئة المسح الجيولوجي. ولمعرفة أهمية هذا الرقم من الغاز الحر، فإنه يمثل قرابة 15,000 ضعف ما يستورده العراق من إيران، والبالغ 1,700 مقمق يوميا من الغاز الحر، أي إنه يكفي لسد الحاجة المحلية من الغاز لمدة 15,000 يوم. العراق يستورد الغاز الإيراني بسعر 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، والتي تعادل 28 متراً مكعباً من الغاز، بينما يستورد العراق قرابة 50 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً بقيمة 15 مليون دولار. ولذا فإن 50 مليون متر مكعب تعادل نحو 1,700 مقمق من الغاز، ما يعني أن العراق يستورد المقمق الواحد بنحو 9,000 دولار تقريباً. يقول الخبراء إن مشروع استثمار الغاز في حقل عكاز غربي الأنبار، والذي يقدر المخزون الغازي المثبت فيه بنحو 6 تريليونات قدم مكعب، لم يستثمر بشكل جيد حتى الآن، وذلك لأسباب سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية. ولهذا تعمل محافظة الأنبار على التعاقد مع شركات كبرى في قطاعات مختلفة، منها نفطية وزراعية وصناعية، وشركات لتطوير قطاع الكهرباء. الهدف من التعاقدات هذه هو خلق فرص العمل والاستفادة من الثروات الطبيعية التي تمتلكها المحافظة بأكبر قدر ممكن للنهوض بالواقع المعاشي لسكانها، ما يعني ضرورة العمل للارتقاء بالبيئة الاستثمارية في القطاعين النفطي والغازي.